تجربة جديدة في عالم الصحافة المعلوماتية هي اي تي ماجازين الشرق الاوسط، مجلة متخصصة بتقنية المعلومات والتصميم التخطيطي جرافيك ديزاين. تسعى الى ان تكون مرجعا تتميز ليس فقط بعرض المنتجات التقنية الجديدة انما بتوفير حلول متقدمة. اي تي ماجازين الشرق الاوسط تطبع في لبنان وتوزع مجانا للمتخصصين في اكثر من بلد عربي. مراسلتنا في بيروت كلودي ابي حنة زارت مكاتب المجلة المتخصصة في لبنان وأرسلت لنا هذا التقرير حول أهداف وتحديات اي تي ماجازين ميدل ايست الجديدة. مجلة مكتوبة متخصصة بشؤون التكنولوجيا، مشروع لا يخلو من تحديات، فهذا النوع من الإعلام لا يزال في بداياته وجمهوره الخاص غالبا ما يحترف تصفح الإنترنت وليس أكثر. هناك أيضا تحدي تمويل هكذا مجلة واستمراريتها وانتشارها بين أكبر قدر ممكن من القراء. هذه التحديات لم تحل دون إصدار اي تي ماجازين، المجلة التي تتوجه إلى متخصصي المعلوماتية كما إلى الجامعيين والمتدربين وصولا إلى الهواة. هذا كان هدفنا الأساسي، أنه نوصل مساج لحيالة شخص أنه أنت قادر تطور حالك بالاي تي بطريقة كتير مبسطة، ونوصل كمان كل شيء برودويات جديد بشي ديديكيتد اللي هي هالمجلة للاي تي. تقرب المسافة بين الشركات الضخمة مثل سيسكو، مثل ام اي تي، مثل الشركات الضخمه اللي عندها برودوي او اللي عندها سولوشن، والاند يوزر اللي بيصير يقدر يشوف السولوشن عن شو بتحكي بطريقه اذا بدك فريندلي يوزر، شخص ما ضروري يكون بروفيشنال تيقريها، والبروفيشنال بلاقي اللي بده اياه. اي تي ماجازين توفر معلومات دقيقه مستقاه من مصادرها، وهو امر قد لا يتوفر لمعلومات الانترنت، ويكمن الجديد في الحلول المعروضه على صفحات المجله والتي يمكن تطبيقها بشهاده متخصصين. في منهم بفكروها جادجت، بتحكي عن جادجت اكثر المجله، لا بتحكي سوليوشنز مش جادجت، لانه بنحط اكثر شيء في تيبس مثلا كيف في واحد يستفيد منها، عم بيستعمل يمكن واحد بي سي تبعه وخربط مثلا كيفك تحليها اذا قريتي باراجراف صغير بالمجله. الطبع يتم في لبنان والتوزيع في أكثر من عاصمة عربية. تصل المجلة إلى شركات الآي تي والجامعات والاشتراكات الفردية. يتوزع مضمونها بين أبواب عدة، من جديد المنتجات إلى الحلول في المقابلات والتحقيقات، والكل مصمم على قياس جمهور متخصص. الورد وايد كومباني عم فوتوا معنا، ولكل كومباني عندها ايدنتيتي، لكل ايدنتيتي عم بتفوت بالمجازين. لهيك المجازين بتحسيها منا يونيفورم، يعني ما عندنا نفس اللون، نفس ال لكل ارتكل عنا لاي اوت، لكل ارتكل عنا مود تاوت هالبرودكت وهالكومباني. اي تي ماجازين تجربة جديدة تسعى إلى أن تكون مرجعاً ذات صدقية يواكب عالم المعلوماتية، هذا العالم الواسع والمتطور بسرعة فائقة. وفي مكان ما تظهر هذه المجلة أن الإعلام المكتوب كمرجع موثوق يمكن الاستناد عليه، لا يمكن الاستغناء عنه حتى في التكنولوجيا. كلودي أبي حنا لنشرة آي تك، الحرة، بيروت.